تحيينا لجميع الفائزين. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وينطلق شوطنا السابع في تعدادي اشواط هذا اليوم الخاص بالجعدان الاذاعه المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل. نبدا بالمقدمه وبالمركز الاول هذا مصيح لسمو شيخ حميد بن عبد الله بن راشد النعيمي، عبد الشكور بن احمد بن ابراهيم يقود في عمليه تضميره، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، سعيد بن سالم الديبي يقود في عمليه تضميره، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث ضاري لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن بطر بن حاثه الافتبي يتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع عندنا هملول، هملول ياتي لناصر بن راشد سعيد اليابري مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس مسامح يتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظة، العبيد بن مطر بن غدير ياتينا على المركز الخامس، وسادس المراكز عندنا سوغان لسمو الشيخ مايد بن محمد رايد المكتوم، ثاني بالعبيد بن كديده يحتل المركز السادس، وسابع التحديات المركز السابع ادهم لسمو الشيخ رايد بن حمدان رايد المكتوم مسري بن سالم العرض الحميري، اما في المركز الثامن عندنا الان يتقدم فيه مشاهدينا الكرام اللي هو سنجار لسمو الشيخ احمد بن سعيد رايد النعيمي فايز بغفان اليابري، تاسعا يتقدم هنا مرموق لسمو الشيخ احمد بن مكتوم ال مكتوم وسلطان بن سيف المقبالي، وعاشر المراكز عندنا شاهين لهجه ند الشبه وسالم بن سعيد يقود في عمليه تضميره وتدريبه. هكذا هي النتيجه مشاهدينا الكرام للعشر المراكز الاولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا السوق. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، إلى مصيح اللي على المقدمة والبداية الأولى لسمو الشيخ حميد بن عبد الله بن راشد النعيمي، عبد الشكور بن محمد بن إبراهيم اللي يحتل المقدمة والبداية الأولى، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني مياس لسمو الشيخ حمدان
بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم لينيبي يقود في عملية تضمير وتدريب. أما في المركز الثالث عندنا ضاري لسمو الشيخ سعيد بن محمد رايد المكتوم وسالم بن مطر بن حاثة الاكتبياتي على المركز الثالث. أما في المركز الرابع عندنا الآن ويتقدم اللي هو أدهم لسمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم سري بن سالم بالعرض الحميري ياتي على المركز الرابع في هذه الانطلاقة. وخامس المراكز هناك ياتي شعار سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفار اليابري الطبيب الشعبي في متابعته وتضميره ياتي على المركز الخامس في هذه الانطلاقة. هذه مراكزنا الاولى، هذه التحديات مشاهدينا الكرام. ونقول 1200 عن خط النهاية يا مضمرين. بدأت هنا الأوامر والتعليمات والاستجابة في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. تابع هنا مياس هنا مسيطر الآن على المقدمة مصيح نعم لسمو الشيخ حميد بن عبد الله بن راشد النعيمي عبد الشكور بن محمد بن مراهيم. يلا يا عبد الشكور اللي تابعه التضمير، لكن لينيبي من الجانب الاخر ابو خليفه يغير مشاهدينا الاعزاء مع انطلاقه مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن سالم لينيبي عنيد المضمرين يتابع في هذه الانطلاقه. المركز الثالث ضاري لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن مطر بن حاذة يقدم ضاري في التضمير والمتابعه مع هذه المنافسه. المركز الرابع عندنا الان يتقدم مشاهدين الاعزاء ادهم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم سري بن سالم بالعرطي الحميري. بدات الاوامر، بدات التحديات، ولكن راعي مطيله يقول ما يرضى الا بالرقم واحد في هذه المنافسه. سلام يا راعي مطيله على هذا الاداء الجميل. الشاعر سالم بن مطر بن حاذة يراقب في التضمير والمتابعه. تعود ملكيه ضاري لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. و سالم بن مطر بن حاثة عينه على النقطة الثانية اليوم، عينه على النقطة الثانية. سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار اللي يقدمه في الصدارة الأولى اللي هو مشاهدين الأعزاء ضاري، وضاري على الفوز متعود وضاري. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لسالم بن مطر بن حاثة لكتبي على هذا الفوز والانتصار وينتزع النقطة الثانية في هذا اليوم. بينما في المركز الثاني وصل اللي هو أدهم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الثالث وصل مشاهدين الأعزاء مياس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع وصل اللي هو مصيح لسمو الشيخ حميد بن عبد الله بن رايد النعيمي. المركز الخامس كان الوصول من ايضا سنجار لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن رايد النعيمي وفايز بن غفان اليابري الذي كان يضمره.